السلام عليكم الشميسات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. شوفوا شعري، مشيت درت ليه ما لقيت ما ندير، ماشي ما لقيت ما ندير، درت ليه حنينه حيت مع دابا شعري كيطيح، بغيت نعالجو. مشيت درت ليه حنينه، وهذيك الصباغه بقات كتهود كتهود كتهود، بقات ليا غير، ومع بقيت كنقطع شعري بقات ليا غير هنايا في لي بوينت، وشدات فيها الحنه. شوفوا كيفاش ولا اللون ديالو، كعفسو راه الموت ديال البرد. لقيتوني يلاه جبت سليمان، ديتو الدروس ديال العربيه والتربيه الاسلاميه، وبما انه قريب ليا هنايا، قريب ليا الكامبو، وما كنجيش ليه بزاف صراحه حيت بعيد على الدار، مي بما انه اليوم جيت وحدايا فغنمشي نضرب فيه واحد الدويره، باغا ندوز حتى للسياح حيت ما بقاوش عندي الجينات، خاصني الجينات. مشيت داك المره لزاره ما عجبنيش الشكل اللي خارج هذا العام، واسعين من التحت بزاف وشي مقطع. المهم ما عجبنيش الشكيلات اللي كاينين تما. السي عندهم جينات زوينين، غندخل نشوف واش لقى داكشي اللي بغيت. الكامبو غنشارك معكم شي حويجات اللي كنحتاجهم بزاف في رمضان، وكتسولوني عليهم بزاف سورتو الاخوات اللي يلاه التحقوا مؤخرا بالقناه. هنا فاش دخلت لقيتهم دايرين هاد الاوفرطه العجيبه ديال الاورو. انا صراحه ما كتعجبنيش بزاف، كاينين فعلا شي حوايج اللي كيكونوا يستاهلوا، وكاينين شي حوايج اللي تيكونوا زايدين في الثمن، واخا دايرين اوفرطه كيكونوا زايدين. سورتو شحال هادي قبل ما يطلعوا الاسمنه كنت كنلقى مثلا شي حاجه الثمن الاصلي ديالها 70 سنت 80 سنت، من بعد كيجيو هنايا كيديروا بروموسيون كيلصقوا ليها اورو، اولا عاوتاني كيديروا الحاجه مثلا كتكون فيها ثلاثه ديال اربعه ديال الحبات مثلا كتكون دايره مثلا اورو 30 اولا اورو 20، كيجيو كيحيدوا ليها واحد الحبه كيديروا ثلاثه ديال الحبات وكيلصقوا ليها اورو. المهم البنات اورو ماشي شي حاجه، ولكن غير قلت لكم القوالب اللي كيبقاو يديروا. المهم ما يضحكوش علينا، راه تيجيب لهم الله بعض المرات، راه المستهلك ما تيفهمش. هنا البنات قولوا لي الا مجربين هاد التمر واش زوين، لحقاش جاني في الكامبو رخيص بالمقارنه مع الثمن ديال الجزار. انا كناخذ الصراحه من عند الجزار زايد تقريبا بشي جوج ديال الاورو. والبرودوي اللي بغيت نشارك معكم منتوج واعر وهو التمر المجهول، ساعه للاسف لقيت عندهم غير ديال نص كيلو وغاليه. نورمالمون البنات كنجي كنلقى ديال كيلو مجهول، حبه تبارك الله الحبه مقاده والمذاق واعر، دايرين ليه 10 اورو ديال كيلو التمر المجهول. ساعه هاد المره ما لقيتوش، لقيت غير البواطه ديال نص كيلو. ان شاء الله فاش نعاود نرجع مره اخرى فاش يقرب رمضان باش ناخذ هذاك الشيء اللي خاصني، الى لقيتها نشاركها معكم. كتقام واحد الصندوقه اللي زوينه والمذاق فيه خطير. بالنسبه للكنافه كيجوني عليها بزاف ديال الاسئله، انا البنات كناخذها من الكامبو، هي هذه باستا دي كاتايفي، هي البلاصه الوحيده الصراحه اللي كناخذ منها الكنافه. كاينين الاخوات اللي في ساكنين في الكامبو ما كاينش عندهم الكنافه، فالبنات الا كنتو كتاخذوها من شي بلاصه اخرى عافاكو خليوها في التعاليق باش هكاك البنات يعرفوا من ياخذوها. وهنايا راه غتلقاو الورقه ديال البسطيله، الورقه ديال الفيلو، وكاع الانواع ديال الورقه. هنا البنات راني رجعت للدار من اخر الفيديو، غنشارك معكم شي هميزات اللي خديتهم من سيا. كاينين شي حويجات خديتهم من بيبكو، كاينين شي حويجات كانوا ناقصيني خديتهم من بريمارك، شي حويجات ديال الكوزينه، المهم شي حويج زوينين. ودابا غنشارك معكم كيكه. انا فاش كنبغي نصايب هذا النوع ديال الكيكات كيكون معايا السي سليمان، هكا كيتعلم شي حاجه جديده، كندخلو معايا الكوزينه وفي نفس الوقت كندوزو واحد الوقيته زوينه. ولكن اليوم بما انه انا صورتها باش نبارطاجيها معكم، فباش ما يبقاش فيه هو الحال خليت ليه التزيين اللي هو للاخير، فعافاكم الشميسه دياولي خليو ليه في لي كومونتير كيفاش جاكم التزيين ديال الكيكه. اوكي
المهم غنبداو هاد الكيكه هادي غنصايبوها بالمذاق ديال البرتقال والشوكولا، كيجيو زوينين بجوج بيهم، ولكن نتوما تقدروا ديروا المذاقات اللي عجبكم. المهم انا غنعطيكم الفكره وانتوما بدعوا بالطريقه ديالكم. في المكونات عندي 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، الا كان عندكم البيض كبير ديروا غير جوج كافيين. نقصاصدو على البيض. هنا عندي 3 البيضات الحجم ديالهم صغير، وعندي 1/7 ديال المعالق ديال السكر. غنبقى كنطرب مزيان هذا الخليط حتى هذاك البيض يتفسح ليه اللون ديالو ويتضاعف الحجم ديالو ونحصلو على شكل ديال كريمه. من بعد البنات غنزيد واحد الكاس ديال الليمون اولا 170 مليلتر ديال عصير البرتقال، وغنزيد واحد نص كاس ديال زيت الزيتون اولا 70 مليلتر ديال زيت الزيتون. ما تخافوش البنات، راه ما كيجيش فيها نهائيا المذاق ديال زيت الزيتون. الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، تقدروا تعوضوه يا اما بالزيت العاديه، انا راكم عارفين هذيك الزيت العاديه ما بقيتش كنشريها، يا اما اوبسيون صحيه تقدروا تعوضوها بالزبده، ولكن الزبده تكون حيوانيه ماشي المكغارين. وكنزيد واحد القشور ديال البرتقاله، وكنزيد واحد الرشيشه ديال المليحه، غير شي حاجه غير شويه باش نوازنوا المذاق وصافي. من بعد كنزيد واحد 350 غرام ديال الدقيق اللي راني مغربلاه، وكنزيد واحد ساشي ديال خميره الحلويات 15 غرام. انا عندي المول كبير، الا كان عندكم نتوما المول صغير ديرو غير 7 غرام. وهنا البنات كنزيد واحد الرشيشه ديال بيكربوناتو، بيكربوناتو تيخلي كيكه كتجي هشيشه وكتجي فشفشه. وكنزيد هنايا واحد شويه ديال الشوكولا الشعريه، هذيك الشعريه ديال الشوكولا. وهذا هو القوام البنات ديال الكيكه، ما كتجيش واحد الكيكه اللي خفيفه بزاف لان غنعمروها بالكريمه باش ما تفرتش، وما كتجيش الكيكه اللي القوام ديالها ثقيل. المهم هانتوما شفتوا القوام ديالها كيفاش داير. كنديرها في هذا المول عجيب، كنضربها واحد شويه، ومن بعد كندخلها للفران اللي كنكون مسخناه من قبل على 180 درجه. بعد 25 دقيقه صافي كطيب ليا كيكه. المهم الطياب على حسب الفران ديال كل وحده، كنخليها غير هذاك الصه ديال رجع ليها غير تدفى واحد شويه، وكنقلبها. ما تقلبوهاش مباشره فاش تخرجوها من الفران لان كيكه كتكون هشيشه، الا قلبتوها مباشره غتفرتت لكم. خليوها غير واحد 10 ديال الدقائق هكا يهدى عليها هذاك الصهد وقلبوها باش غنسقيوها. الا خليتوها حتى بردات ما تسقيوهاش البنات، سقيوها وتكون كيكه باقه سخونه، لانه الا سقيتوها وكانت كيكه بردات ما غيتشربش هذيك السقيه ولا السقوة مزيان. والا درتو من فوقها الكريمه فاش غتجيو تاكلوها غتحسوا على انها فحال معجنه. هنايا البنات نورمالمون انا كنسقيها بالجي دورونج بالبرتقال، ولكن ما بقاش عندي فسقيتها بواحد شويه ديال الحليب ديال الكوكو. تقدروا تسقيوها باش ما بغيتو. وغندوزو باش غنصايبو الكريمه. هنا غنصايب الكريمه ديال كريم باتيسير، ولكن ما غنديرهاش بالحليب، غنديرها بالعصير ديال البرتقال. وعلى فكره البنات اللي عندها شي حساسيه من اللاكتوز من السكر ديال الحليب اولا من البروتينه ديال الحليب، فهاد الكيكه هادي راه تقدر تاكلها. راكم شفتوا ما درت فيها لا ياغورت لا حتى شي حاجه. المهم نرجع للموضوع ديالنا. بالنسبه لاكريم باتيسير عندي 3 ديال البيضات، عندي 3 ديال المعالق ديال النشا، وعندي 6 ديال المعالق ديال السكر. الا بغيتو تزيدوا البنات السكر زيدوا السكر، انا ما بغيتهاش تجيني حلوه بزاف. كنبقى كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى نحصل حتى يتجانسوا ليا مزيان، يدوب ليا النشا مزيان ونحصل على واحد الكريمه. من بعد كنزيد واحد الساشي ديال سكر فاني، وكنزيد 500 مليلتر ديال عصير البرتقال. كنبقى كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وصافي. من بعد كنحطهم فوق البوطه بحال غنصايبو اي كريم، بحال غنصايبو كريم باتيسيغ العاديه. وكنبقى كنخلط مزيان، ما تغفلوش عليها البنات لانها راه دغيا كتعقد. وصافي مين كنحس بانها خدات هذاك القوام اللي انا بغيتو صافي كنجيبها مباشره كنخويها فوق كيكه، وكنحاول اني نسطحها مزيان باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، سورتو الجنيبات نعمروهم باش ما يجيوش خاوين. هنا غير باش ما يبقاش هذاك المنظر ديالها بالمعلقه باين، فخديت واحد العويد ودرت لها بحال واحد الشكل حلزوني.
وهذا هو الشكل الاخير. بطبيعه الحال خليت تزين السي سليمان، سينو كان غيتقلق عليا. قولوا لي كنعاود ناكد عليكم، راه كياكد عليا. قولوا لي كيفاش جاكم التزيين ديالو. هنايا البنات غنقطعها، بعدا من كندير لها الكريمه كنخليها تبرد بحراره المطبخ، ومن بعد كندخلها للثلاجه على الاقل على الاقل واحد 3 ديال السوايع حتى كتعقد هذيك كريمه مزيان. كتجي الا كنتو من عشاق المذاق ديال البرتقال البنات، البرتقال باش كلشي يفهمني، لا قلت التين كاين اللي ما غيفهمنيش، الا قلت الليمون كاين اللي غيجيب ليه الله الحامض. المهم اللهم نخدموا اللغه العربيه. جربوها البنات كتجي كيكه غزاله، كيكه هشيشه. هانتوما غنقطع لكم هذيك لا كريم كتبقى شاده في كيكه، ما كتهربش عليها ما حتى شي حاجه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. سيا ما لقيتوش الصراحه دايرين شي حاجه انتريسانت على داكشي، ما طولت فيها. انا مشيت غير على وديت الجينات، خديت الجين كيعجبوني. الا الجين عندهم جربوهم البنات، الا كنتو باقي ما جربتوهمش الجينات ديالهم واعرين. والشكيه اللي انا كيعجبني لقيتهم طارو، خديت غير واحد كانوا دايرين ليه 30 الاورو ونقصوا لي 10 اورو خديته ب 20 الاورو. ومشيت لبيبكو، صراحه اول مره غنشري الحوايج من بيبكو، ما عرفاش كيفاش دايرين، واش من كيتصبروا كيبقاو مزيانين ما كيبقاوش مزيانين. النهار اللي غنجربهم، النهار اللي نصبنهم راني نعطيكم الراي ديالي فيهم. مي غنوريكم البنات اشنو خديت. خديت هاد الطريبي الشهاده ديال البرد ديال الوليدات مع ليغون ديالو. هاد الكونخون تاع البنات كامل داير 3 داير 5 اورو. خون ومبطل من الداخل ولا كولور واعره، لوني المفضل. عداده ديال السنينات اورو 80 بي بي افري ما فيهاش. شريت جوج ديال السودا ديراس واعرين ورخاصين ورطيطبين. كاين هاد الشكيل هذا وهادي، شوفوا الشكيل ديالها شحال زوين كتحمق. هادي البنات 4 اورو ونص، وهادي 5 اورو. جوجهم 100% قطن، سخانين البنات من الداخل. كنتمنى انهم ينصبنهم ما يطلقوش ليا ما يقفزوش ليا. المهم داك الساعه نرد عليكم الخبر. بديت البنات البلاصه على الاضاءه، لانه في الصاله عندي الاضاءه شويه ناقصه، راه ديما كنقولها لكم. عاد انا ملي كنكون كنصور كنعطيها بالظهر، يعني كتزيد نخافض الاضاءه، فما عرف كان كيبان لي وجهي بحال انا ماشي انا. دابا عاد كنشوف راسي انا هي انا. غادي نكمل لكم من بيبكو. خديت هاد باقه الورود كنهديها لكم الشميسات. هانتوما هاد الورد ما عرفتش علاش مؤخرا طلع في الاسمنه، لا عند تشينوس ولا في اي بلاصه. هاد التوليبانيس هادو كيعجبوني، لقيتهم دايرين لهم 3 الاورو. من بيبكو غندوز دابا البريمار. كنت في الفيديو اللي فات قلت لكم باقي ناقصيني شي حوايج غنمشي غناخذهم، و خديت البنات هادي بنيطيفه. هادي علاش خديتها؟ باش نبقى نلبسها فوق الزربيه، حيت راه عندنا لا كلاص ديال البرد. واخا كنكون لابسه تقاشر كنحس برجليا بحال اللي حاشيهم في الكونجيلاتور. لقيتهم هابطين ليها الثمن، داري ليها 2 اورو. التويب ديالها رطيطه عاديه بحال شي بالغينه. خديت تقاشر مع دابا البرد، تقاشر السبرديلا كانوا عندي غير هذوك التقيشات القصيصرين. دونك ملي كيكون عندي الجين شويه هكا قصير كنموت بالبرد. كانوا دايرين ليهم اوفرطه 5، دايرين ليهم 2 اورو 90، معرفتش شحال كانوا دايرين، هبطوا ليهم الثمن. خديت منطال البيبي، التويب ديالها سخون وحتى فيها هاد الزموت يكون هكا زوينين ديال الدراري الصغار. هادي خديتها باش نبقى نخليها في الطوموبيل، و الى مشيت لشي بلاصه نديها معايا. كبيره 120 × 150 والثمن ديالها 7 اورو. وبطبيعه الحال مشيت خديت قشرات هاد التقاشر هادو، ما عمرني جربتهم من عندهم، اكيد غيكونوا سخانين. بيرو هادو البنات جوج جايين جوج دايرين 3 اورو 50. تويبهم بحال شي مشيشه، عرفتوا راني براد لواحد الدرجه ما تصوروش. من صغري باقا عاقله كنت كنتغطى بشي جوج ديال المانطات وشي جوج ديال الحياك من هادوك الحياك اللي كانوا زمان يا رحمن. باقا لي حد يومي لهذا البراد، ما عمري في حياتي توحشت الحمام حتى لهاد الايامات. ملي كنت صغيره كنا نهار الحد كانت كتدينا ماما الحمام، ما كنتش كنحمل نمشي للحمام باش ما نحكش. كان كيعجبني نمشي للحمام غير بقى نخوي عليا، نخوي عليا في المطايب الماء سخون 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 سخون، واعد حاجه كان عندي هو اني نحك. ودابا ما كرهتش نمشي للحمام. علاش جبت لكم هاد السطوريه كامله؟ حيت كنعقل فاش كنت صغيره كان عندي تقيشرات بحال هادو، وفاش شفتهم في بريمارك رجعوني للذكريات. كنت كنخرج من الحمام وكنلبسهم. هادو البنات ديال الدراري الصغار، ديال البنيتات الصغار، ها هما دايرينها زائد 11. شوفوا يديا كي كيوليو مكمشين بالبرد.
زائد 11 سنه، مي انا رجيلاتي صغيورين ماشي كبار، خديتهم لانهم مبطنين من الداخل. شوفوا الشكل ديالهم شحال فنيون، راه واخا كنكبروا وكنديروا وليداتنا دائما كيبقى الداخل ديالنا واحد البنيته صغيره. انا ملي كنشوف هذا الشيء ديال البنيتات كيحمقني. والواعره هو التمر كانوا دايرين ليها جوج الاور. لا غلا على المسكين، خديت سبرديلات والله الا راسي برد ليا، خصني نمشي للحمام يسخن واحد شويه. سبرديلات كاع، ما سبرديله ما جوج، خديت البنات قاجو ديال السبرديله. عرفتوا الدماغ راه كي 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 كيخوننا. هادو البنات ديال السبرديله خديتهم السي سليمان 5 ب4 اورو. خديت هاد الفويطات الكوزينه، شوفوا شحال زوينين وشحال حلوين، كاينين حتى باللوينات البنات. هادو فيهم هادوك لي كولور نيود، عجبوني فيها البيج، هاد البيج بحال هكا، فيها هاد اللوين هكا، وفيها هاد الماغون. هادو هادو البنات دايرين جوج اورو 100% قطن. غنحل لكم وحده تشوفوها كيفاش دايره هكا. هادو علاش خديتهم؟ باش نبقى نمسح بهم الماعن. هادو غير نمسح الماعن، كان وحدين ديال ميكروفيبرا، حتى هما 5 جايين 5 دايرين جوج الاورو، ولكن ميكروفيبرا ما كيعجبنيش نمسح بهم الماعن حيت كيخليو ليا بيلوسيديا، كيخليو ليا بحال داك الزغب في الكيسان، ما كيعجبونيش. صافي البنات، وخديت ملابس داخليه، كانوا ناقصيني ملابس داخليه، صافي خديتهم. شوفوا خديت داكشي اللي خاصني، كنت مسجله باش ما ناخذ شي حاجه اخرى، ولكن واخا هكاك خديت واحد الحاجه اخرى. واعره خليو لي الراي ديالكم في التعليق، وقولوا لي اشنو بان لكم دير فيهم لداخل. هادو البنات خديتهم من جهه ديال بريمارك هوم، في حاطين المعلات ديال الكوزينه، شفتهم حمقوني، كانوا دايرين 10 اورو وداروا ليهم 5 اورو. خديت جويجات البنات، هادو علاش خديتهم؟ قلت باش غندير فيهم الدقيق، غنخليهم خصيصا للدقيق، نقدروا نديروا فيهم السكر، نقدر مع انا بعض المرات كنصايب هكا لي بيسكوي بحال الشكل ديال كوكيز باش كيبقى يديهم معاه المدرسه. قلت غنخليهم لهذا الشيء، ولكن برينسيبالمنتي قلت غنخليهم للدقيق. عطيوني نتوما افكار شنو تقدروا ديروا فيهم لداخل. غنقطع لهم هاد اللعيبه باش نوريهم لكم. دقيق لا هانتوما البنات، يصلحوا حتى يدار فيهم الروز، يدار فيهم القطعاني. كنت غنقوص عليهم، راه قال لك الحاجه ما يقوص عليها غير مولاه. حتى تقولوا لي البنات في التعاليق كي جاوكم. ديتش عليا بعد المرات، راه كنبقى غير بوحدي كنضحك، ضحكوا 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 نتوما، والله الا حتى شي حاجه ما تستاهل، ضحكوا والله الا ضحكوا. عرفتوا بعد المرات البنات كيكون طالع لي الدم، نقول لكم شنو كندير، والله كيكون طالع لي الدم ما عنديش المورال، كنشد التليفون ديالي ولا كنشد المرايه ولا كنكون جالسه غير بوحدي كندير لي ديك الضحكه اللي كتبغيو تخرجوها بزاف، كنبقى نضحك غير بوحدي وحق الله الله يستر. المهم بعدا كنطلع راسي المورال. ما تنساوش البنات ديروا لي لايك، شوفوا لايك راه ما كنتخلصش عليها وما غتخلصوا نتوما عليها حتى شي حاجه. والله الا كيبقى فيا الحال كنشوف فيديو مشيوف 20000 مشاهده 30000 مشاهده، 2000 اللي دار لي لايك ولا 1000 وشي حاجه، حشومه عليكم والله الا حشومه عليكم. فيديو والله حتى كنضرب عليه تماره، لا في التصوير ديالو راه ما كيعاوني حتى شي واحد، كنصور بوحدي كندير المونتاج بوحدي وحق الله. والفيديوهات ديال الكوزينه فيهم تماره والله الا فيهم تماره. انا عارفه بانه بزاف منكم ما كيديروهاش بالعالي، كتفرج في الفيديو كتنسى. انا كنفكركم البنات قبل ما تخرجوا ديروا لايك، خليو ليا في التعاليق شنو بغيتو نبارطاجي معكم، راه غندير لكم البنات كاع داكشي اللي طلبتوني عليه في التعاليق، راه دايره في بالي دقه بدقه. كل مره غنشارك معكم مكملات الغذائيه، غنشارك معكم الحوايج اللي ما عجبونيش من لي سوبر مارشي، غنشارك معكم بزاف ديال الحوايج. اوكي، وديروا لي واحد اللايك وبارطاجيو باش هكا كتزيدوا تحمسوني وكتزيدوا تشجعوني. وصافي خليتكم في امان الله، انطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله.